حقيقة وفاة صالح أكود بوعكة صحية تداولت مواقع إخبارية جزائرية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الجزائر خبر وفاة الفنان الكوميدي الجزائري صالح أكود بوعكة صحية مفاجئة ألمت به. وتساءل محب الفنان صالح أكود في دولة الجزائر عن حقيقة الخبر المتداول، فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية في دولة الجزائر خبر الوفاة. شارك صالح أكرول جمهوره ومحبيه آخر منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، ونشر صورته وأرفقها بتعليق الله يهدي الخلق. وفسر محب الفنان صالح أكرول أن أكرول يقصد الأشخاص الذين أطلقوا عليه شائعة الوفاة قبل ساعات، كما دعوا له بالصحة والعمر المديد. يعتبر صالح أكرول ممثل كوميدي وكاتب سيناريو ومقدم تلفزيوني وإذاعي جزائري، ويعتبره الجزائريون أحد أهم صناع الكوميديا في دولة الجزائر، ويعرف فنيا باسم سويلح. وكان أكرود قد كشف في نهاية العام الماضي عن أسباب عدم مشاركته في الجزء الثالث من السلسلة الفكاهية عاشور العاشر خلال استضافته على القناة الإذاعية جيل اف ام، وقال خلال الحوار أنه التقى مع المخرج جعفر قاسم قبل عدة أشهر وتحدث عن الجزء الثالث ولم يصله نسخة من السيناريو، هو لم يعتاد على المشاركة في عمل قبل قراءة السيناريو الخاص بالعمل، وأضاف أن علاقة مع المخرج جعفر قاسم جيدة ويعتبره أكثر من أخ، وهو لا يعني على الإطلاق أن السيناريو غير جيد. نقل الفنان القدير صالح أكرود السبت 8 مايو على متن طائرة خاصة إلى فرنسا لتلقي العلاج نظرا لتدهور حالته الصحية ومعاناته من ثلاثة أورام سرطانية في أماكن متفرقة من جسده، وتم اتخاذ قرار التعجيل بنقله بعدما أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكناس تحضير الملف الكامل لعلاج الفنان بالخارج. وأعرب المخرج جعفر قاسم عن حزنه الشديد وتأثره البالغ بمرض أكرود، وأكد بأن ما يجمعهما علاقة صداقة وأخوة لم ولن تتأثر بأي خلاف مهني، كما ناشد السلطات المسارعة بنقله للخارج لأن وضعه الصحي في تدهور. وتم نقل الفنان صالح أكرود في الأيام السابقة إلى المستشفى المركزي للأمن الوطني بسبب وضعه الصحي الحالي، وذلك بعد أوامر الرئيس تبون بالتكفل به. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني عبر منشور لها على فيسبوك أن سويلح في مستشفى بالجزائر العاصمة متمنية الشفاء العاجل له، في حين كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الصحة بزيارة الفنان صالح أكرود للإطمئنان على حالته الصحية. وجاء في بيان الوزارة بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد يوم الثلاثاء 4 مايو بزيارة الممثل القدير صالح أكرود للإطمئنان على حالته الصحية، وتابع البيان: وقد وعد السيد الوزير بالتكفل بالوضعية الصحية للممثل القدير صالح أكرود في أقرب الآجال، حيث باشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الإجراءات اللازمة للتكفل التام بحالته الصحية. ومجرد الكشف على الحالة الصحية الحرجة لنجم الكوميديا الجزائرية صالح أكرود يوم الاثنين، حتى أعلن وزراء عن تكفلهم بالعملية وبكل ما يتعلق بعلاجه سواء داخل أو خارج الوطن. وزير الصحة عبد الرحمن بوزيد أكد في تصريحات صحفية بأنه أجرى اتصالات مع مستشفى مصطفى باشا ومصطفى البليدة للتكفل بحالة الفنان. وكان الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
قد أعلن صباح الثلاثاء 4 مايو استعداده شخصيا للتكفل بعملية أوكرود وفي أقرب الأجل إن تطلب الأمر نقله إلى الخارج. وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، فإن يعبوب يعرب عن تأثره العميق وتآزره وتضامنه مع الفنان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يبقيه تاجا على رأس الثقافة الوطنية. وأضافت بأنه يعلم أهل المريض وزويه وزملاؤه من العائلة الفنية وكل محبيه ويطمئنهم أنه في حال ما إذا ارتأى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقم الطبي المعالج للفنان القدير ضرورة نقله للعلاج خارج الوطن، فإنه سيتكفل شخصيا بالعملية وفي أقرب الآجال. من جانبها صرحت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة مساء الاثنين 3 مايو عن مباشرة إجراءات التكفل بالفنان وتسهيل عملية تنقله للخارج من أجل العلاج. وقالت بن دودة أنه بالرغم من حالة القلق بسبب داء كوفيد 19 إلى أن هناك إرادة قوية للتكفل السريع بحالته كي يحصل على أفضل عناية، لأن الوسط الفني غير مستعد لخسارة فنان كبير آخر كما فقدنا النوري. وأكدت الوزيرة بأنها ستفعل ما بوسعها لمساعدة عائلته للخروج من هذه المحنة، ودعت عائلته للتماسك والدعاء له كي نسترجع هذه القامة الفنية المهمة للمشهد الثقافي الجزائري. ونشرت بن دودة تدوينة على فيسبوك قالت فيها: يشكو الفنان الكبير صالح أوكرود من وعكة صحية ألمت به، وهو يقاوم ويواجه بكثير من الصبر والاحتساب. نقف جميعنا إلى جانب فنان الشعب وحامل همومه. وأضافت: ندعو له في هذه الأيام المباركة حتى يعود قريبا لإتحافنا بإعطاءاته النادرة والمبدعة. سنجتهد ليكون أوكرود في أفضل حال، ونضاعف دعمنا له وللفنانين جميعا. واستحسن نشطون من داخل الوطن وخارجه التدخل السريع من قبل السلطات المعنية للتكفل بالفنان الذي يحارب داء السرطان الفتاك. وكانت عائلة الفنان القدير قد كشفت عن إصابته بثلاثة أنواع من السرطان، وقالت أنها تنتظر تدخل الرئيس للتكفل بحالته. وبحسب ما نشر الصحفي بلال كباش عبر حسابه على فيسبوك، فإن سويلح كان من المفروض أن يكون ضيفه الليلة، ولكن حال وضعه الحرج دون تمكنه من تلبية الدعوة. وأضاف بأنه اتصل هاتفيا بعائلته فأخبروه بأن الفنان مصاب بثلاثة أنواع من السرطان على مستوى الجهاز الهضمي والصدر والرأس، ولأن الحالة جد معقدة ولا تحتمل الانتظار، إن عائلته تناشد تدخل رئيس الجمهورية من أجل تسهيل عملية نقله إلى الخارج. واستقبل ناشطون خبر إصابة الفنان القدير بالسرطان بسيل من الأدعية، وطالبوا بضرورة نقله قبل أن تفقد الساحة الفنية أحد عمالقتها.